الله فول ونجري كل ماي كل همل ماي كل جات الماي أمام فلام يوتم اللهم كاهم هم داورا ورا سقسيانجي جاك فنجي درمان خسافو خين ما جيك دوت ما ترين دوت ما دقان بوكيت مدلين جم سكم نكم ستباجان ستكتباجان سفيكم بسلام محمد كنتم كمرهم دم علينهم يلا علينهم هم ترهم فأبر بربر كنت بربر كنت بر سلام علينا بهم بر تقبل سكبل تات من جن بال من جن أدرو Le temps passé, c'est Messa. C'était Messa, il y a des crocodiles, il y a des caïmans. Il a ma hadar wa hadem minhum. Il a yakmu yokulu. Puis le bar. On dit hizab al bar, inshallah. La mère n'a pas passé le dimanche. Et maintenant, la mère est sous ses ordres. S'il vient, il va faire des choses. Je suis fatigué. Des choses bizarres que vous ne comprenez pas. Vous êtes boué, boué, vous êtes en boué, Philippe. Allez, hon, l'élan, il y a un hasseb, hon. Un des hizab. Dire, hon, maï khassar si, il a rad Allah. Dire, Philippe. ما يتحدي خايف يكون مولانا ورسول هاك عندي حزابته أنا سمعته والله ما سمعته سمعنا إيه باوتو فل منتنا يا بعد يمبورتا جن بابا على فلوب جسوا فوق لازم فايسون دان لا في أنا ما نشوف سيزا سوا فوق أيوه أنا بدخل أم ماي عن شفت رنم كبوي قل لك أدي زمان القديم هان قل لك تان رب هان جات رب ينبع نهر السنغال من هضبة فوتا جارلو بغينيا ويمتد عبر أربع دول هي غينيا ومالي ثم يصنع حدودا طبيعية بين موريتانيا والسنغال ليصب بعدها قرب مدينة سان لويس في المحيط الأطلسي ويقطع في ذلك مسافة تقدر ب 1790 كيلومترا حاملا حوالي 340 ألف كيلومتر من الماء تضخ الحياة في الدول الأربع. أكبر المدن على ضفافه هما مدينتان تحملان نفس الاسم روسو الموريتانية وتقابلها روسو السنغالية وهما معروفتان بمعبرهما الكبير. هنا روسو المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في ولاية الدار السيدة سادتي مستمعي المحطة. أهلا وسهلا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج كنوز المعرفة معكم في الإعداد والتقديم من داخل استديو سيد محمد ومتالي. هذا النهر اللي قال له نهر السنغال وكان في القديم يسمى نهر صلهاجي. بعض المؤرخين يقولون ان كلمه قال باللغه الولوفيه هي تعني الحوض او الزورق، وسنغال معناه زوارقنا، ومن هنا اخذت البلاد تسميتها من النهر. هذه المدينه تاسست نتيجه لوجود النهر هنا. كانت في البدايه عباره عن نقطه للملاحه فقط. من هنا مع مرور الوقت صارت تتأسس بعض المنازل الصغيرة لصيادين تقليديين، وشيئا فشيئا تأسست المدينة من هنا. بالنسبة لي أنا تاجر أذهب بين موريتانيا والسنغالية، أحمل البضائع إلى داكار وأبيعها في الأسواق كتاجر حر. لم يكن لدي مكان معين، لكن أوزعها على أصحاب الحوانيت أو الدكاكين وأخذ منهم الثمن وأعود إلى موريتانيا. أغلب السكان هذه الولاية التي على الضفة
هم يعملون في البضاعة، وهذه البوابة الكبيرة هي التي يمر من خلالها الشاحنات القادمات من المغرب ومن نواكشوط ومن بلدان أخرى تحمل البضائع، وكذلك هذا التي في الجنوب هي السنغالية، الحدود السنغالية للدولة المجاورة مع موريتانيا. هنا النهر الذي يقع بين الضفتين يلعب دور تجاري كبير عبر العبارات وعبر الزوارق وعبر الشاحنات التي تمر عبر في العبارة. كل شيء، العبارة تحمل كل شيء، تحمل الناس الذين يستبضعون، وتحمل الباعة المتجولين هذا، وتحمل كذلك السيارات التي تمر تأتي فيها الناس المرضى ليتلقون العلاج في السنغالية. فلم تختص بحمل البضائع ولا الشاحنات فحسب، بل تحمل معهم المسافرين والتجار إلى غير ذلك. عرف قديما أن التجار من موريتانيا يذهبون من موريتانيا بالبضائع إلى السنغالية، ويأتون كذلك بها من السنغالية إلى موريتانيا. قبل أن تكون الشاحنات موجودة وقبل أن تكون العبارة موجودة، كانت هناك الجمال تحمل السلع، كانت تأتي عبر القوافل حتى تصل إلى هذه الضفة، وبعد ذلك تمر عبر الزوارق. هذه الزوارق الخشبية قديمة جدا جدا، تعود إلى تاريخ بعيد. رفض النصف الآخر من الجمال العبور، فعادت الناقة الأم لإعادة جر القطيع، ولكن بدون جدوى. تمنعت الجمال وكأنها ترفض أن تبدل دورها التاريخي من ناقل للسلع إلى أن تكون هي السلع نفسها. بعد جهد جهيد ومساعدات كل الحاضرين، صعدت الجمال أخيراً وانصاعت لرغبة الإنسان. لا يستقيم يوم محمد بدون كأس من الشاي، فهو ليس فقط مشروب استئناس عند الراحة، بل موروث تاريخي في البلاد. لهذا الشاي نكهة خاصة يكمن سرها في نعناعه الفريد. نترك روسو وعبارتها ونرحل إلى الشرق نحو مدينة موكي، إحدى مدن الضفة التي تخصصت في زراعة النعناع.
نحن نخرجنا أنا كامل دائما، وعندنا نهار دائما تم نخرجوا المندور عليه مع أسرتنا وولادنا وبناتي نشتغل معهم كامل فينا أنا في حريزة كل نهار نشتغل فيه. نحن عندنا مطافيلات يعاوننا في شقي، مرة نجبر شي غازوال نقدي ماكينة نسقي بها، مرة ما نجبرو إلا نخرجو لا عند الماء سيوات ندير الأراف نجي نسقو. ونحن يعاوننا لا ترك إوا نحن مع طافيلات صغيرة نجيبو الماء أنا النحر نصب إلى نعناع وتم نسقي بها. وما نعمل لين عدلون بيعون عند موريتان وناس كامل دور جي هون مولي دورو يشرو من عندنا مشبي. احنا نقولوا البحر هذا فرع من البحر الكبير هو اللي نعدلوا به ذا كامل اللي نعدلوا الماكينة اللي قابطة فيه وذا ماشي ماشي لبل ما وفات حريتنا حريتنا ذا قبل بيه. نحن عندنا نعناع وعندنا مانجو وعندنا بنانا هذه حريتنا ذوك مانجو رايح رابط خابطه في النعناع قدام ذاك بنانا. هذه المناطق التي تراها الان تراها زراعه فيها الشمامه كانت زراعتها فيضيه فقط مع ذلك التحكم فيها عندما ياتي المطر تكون هناك زراعه عندما يكون ليس هناك مطر لا زراعه. معنى الزراعة كانت فيضية كانت زراعة خريفية فقط. والآن عن طريق سدود سد منان التالي الذي يوجد في مالي والسد جامع الذي يوجد على الحدود بين موريتانيا والسنغال من خلال هذين السدين صار هناك التحكم في مجاه النهر وتوجيهها إلى الزراعة. يعني ما عندنا شغله الاخر اللي صار هي حيوان اي حيوان قالين ود في هذاك الوقت اني انقى ورطني هيك ما عندي بلد قال نقيسوا هيك على كل هالين نقيسوا شور حريص ما عندنا بلد كدي نعدي الحريص كدي يا اخ مسكتنا هون قال ما عندنا هون بلد كدي نسقي كدي دار كدي الا اللي بحر. ايوه مسكتنا هون قال يلا نجبروا قال بلد قال نعدي الحريص قال ندي له حارس قا ونلين قا جبر شيء دين ودي حيوان ودي فتران قا ندخله هيك قا داخل ودي قا مسكتنا هون قا أيوة قا مسكتنا ودي هون تين قا اللي شقي اللي دار قا ما عنده علم المعلوم قا اللي بحرته. رعاة الأبقار هؤلاء هم قبائل الفلان وهم قبائل رحل ذو أصول عربية. لا يمشي فيها شعر لبقر شاشر لا يبقى هون خالق لا شيء قا لا يبقى هون قا ما هو شاشر قا يعيشون في بيوت ذات شكل بسيط فالرحيل قد يكون في أي وقت. ما عندنا فورس قا من يشربوا؟ يشربوا دريكت قا ما عندنا شيء قا هون قا ايو على كل هالي قا داك القريب نقا ما عندنا لوقر قا موية قا نشرب لين عند قا اللي بحر فيها قال يقولوا لي بلك لا يجيب مريض ايو داك المريض قا تين مهن قا لين داكل فيه حيوان لين داكل فيه اللي بقر ما طلع داوي هي قا وبرع قا
وار وار عليه وار وار اسك على كل هالي ياكو يوسر قام من ليمات قا ايوه داك ورثني هون قا. السدود من ناحيه البيئه هنالك تاثير لها سلبيه، اولا من حيث ان المياه عندما تستقر تكون تحمل اكثر من الجرائم من الحشرات، تكون قد تكون مبوءه من ناحيه البيئه او الصحيه، يمكن يكون هناك انعكاس سلبي. هذه الاعشاب التي تراها خلفنا هنا، الاعشاب تكاثرت في مرحله ما بعد السدود، قبل ذلك لم تكن موجوده. اذا هي نتيجه لماذا؟ نتيجه ان المياه كانت تختلط بمياه المحيط وفيه ملوحه، وهذه الملوحه كانت تقتل هذه النبات الاستعماري، هذا النبات يستعمر المياه البارده. مع مرحله ما بعد السدود صار اكثر انتشارا في المنطقه، حتى انه صار يحرم المزارعين من اراضي زراعيه كبيره ولا يمكن استئصالها ببساطه، حتى اذا حرقت الظاهر منها فوق الماء فإن ما يبقى تحت الماء منها يتمدد بسرعة لأنه عنده الجذور الدرانية. يمكن بعض الأحيان تكون تحوي بعض الحشرات السامة، بعض الحيوانات الضارة المفترسة أحيانا. الحقيقة نبتة خطيرة جدا ولا بد من مكافحتها بأي وسيلة كانت. طريقه إلى المصب يمر النهر على مدينة كرمسين، إحدى معاقل قرى الصيادين. احنا هذا في بلادين قالوا ذلوا عزونا ونادلوا صيد التقليدي. عندنا صار مشكلة الصال، هاي الصال ما متقررين في فتوحه وقفله. النهر نين تنفتح هاي الصال ينطر الماء من النهر جاي وماشي، نين يمشي داغر 15 كيلومتر يتفرق، ونين يتفرق مولي تشور هوكاتي وحدين يشربوا منه، نين يفتحوا دارك حوت نقبوهم قرية، يا غير نين يعطي اسبوع يقفلوا مولي الحوت يرجع. ودنا نحن الصقا هون اللي قاعدين ما شفت اليوم هون ياسر منه ما مشي اللي قاعد كنا متقرضينه يا غير مسالي جاوا المزارعين عاد ما تلا عندنا نسبه على كل حال في البحر عاد احتلي الروايه ونقول هالبقى يقولوا لنا نحن صيدنا مو مهم ونحن نصنا العايش به هون من المقاطعه لا صيد وارد عند والدي وجدك عن قبيلتي كاع اصلا معروفه تغرجت حواتي اصلا. هاي حوته قدامي حرقها. ها؟ ها؟ وريك. ايه وصاي شو طيب حطيتها هاي الوصل ليش باك ندير فيهم الاحجار ويقولوا بوزنكم ونمدوه على طوله وتو نخلوه هنين يقولوا الصبح نجوه هنين لحقوا فيه الحوت هنين لحقوا فيه الحوت نقلعوه ونخلوه مولي الكبير في ساعة نقيسه ونقبوه مولي منه الحوت الكبير دائما الحوت قاع البحر يخلف فيه ويعيش فيه غارب دائما يصب بيضه لفوق وولاده لفوق لا لم يهق ليلة نشوف لا ذا كامل بين بينات لا نتنقلوا حق على حساب الحوت بسم الله
خارج شين قالوا تبرقي، وخارج شين قالوا نجقر، وخارج شين قالوا روم، وخارج شين قالوا نقورلي، وخارج شين قالوا حمار حوت. قلت لك أنا هي حوتة ينقال حمار حوت، هي تقريبا ذا بيتها ياسر من الأشكال وفخاو ما يوفوا ياسري. باش خايمتي في كرمسين يا غير نقوم من عنده ونجي هون، هون لا نحن ايه بيلي هون ما صالح لنا نحن هون قاعد عندنا براك. لا لا ما يقدوا يجوا هون يقدوا يقعدوا فيه لا الرجاله وقته حوت خالق لين تم هون وقته مو خالق لين تم نمشي ونجي نمشي ونجي هاي هي صيفتي. عندما يعود النهر تبقى بعض البرك هنا وهناك فيصطاد كل على طريقته وتجعل هذه النسوة من كسوتها شباكا للصيد. على نهر السنغال توجد مجموعتان، مجموعة العرب ومجموعة الزنوج. مجموعة الزنوج تنقسم إلى البولار والولوف والسونيكي، ومجموعة العرب هي مجموعة واحدة فيما بينها تتكلم نفس اللغة ولها نفس العادات ونفس التقاليد، بينما المجموعات الأخرى كل مجموعة من الولوف لهم لغتهم والبولار لهم لغتهم والسونيكي كذلك لهم لغتهم الخاصة بهم. نلاحظوا ملي عن في قرى الضفه عن فيه مباني سكنيه ذات طبيعه تقليديه موريتانيه وفي مباني سكنيه افريقيه اقرب هي للمساكن في السنغال. احيانا في نفس الحي تشاهد الخيمه والكوخ، خيمه موريتانيه وكوخ بشكل سنغالي. كوكو شاف فيك الضع كرتك الضع في رقص خرسوك رقص هما عندهم التقليدات نحن عندنا التقليدات. نتعاملوا بيناتنا البحر هو اللي جامع بيناتنا. اللحم نشروه من السنغال والحوت نشروه من السنغال ونبيعوا الخضره نبيعوا لها الاحبار. نشتغلوا معهم اي نشتغلوا معهم نعيشوا معهم. الكوار نصهم شاد البيضان والبيضان نصهم شاد الكوار. معنى ان يكون عندنا ميتس نتكلموا لغتهم يتكلموا لغتنا. فيهم اللي يقول الحسانية نتكلموا بالفلانية البولارية ونتكلموا الورفية ونتكلموا بالحسانية. لغتنا ما ننساها. لغتنا ما ننساها. كانت هنالك صراعات تعود إلى سوء توزيع مياه النهر على النهر. يمكن للسنغال أن يقوم فيها بحفر ويكون يأخذ قسطاً أوفر من مياه النهر. ومنذ إنشاء منظمة استثمار نهر السنغال في الحقيقة تم التغلب على هذا الصراع وعلى سوء التقسيم، وجاءت المنظمة من أجل الاستغلال الأمثل لمياه النهر ولتوزيعها بين الدول الثلاث والتي صارت بعد ذلك أربع دول. في السنوات الأخيرة عدل الدولة مشروع كبير قالوا مشروع هبطوط ساحلي. ذا المشروع يزود مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال. وحتى الآن القرى والمدن اللي موجودة على طول المشروع ما بات استفادت من مياه النهر. ولاحظنا عن فم قرية العليات ينتظروا ياسر من الوقت نجل عن الحاسية يطلع له شوي من الماء. فالماء يزود مدينة نواكشوط البعيدة
وبعض القرى الموجودة على الضفة لا تستفيد من الماء. فلي بلي من تونا وانا غانا غنتيري شيري جنتارا كا كاتا غد من ملتلي مل ول ول تورا وانا شيري كو وني غونا كليسا وكنت كنت نقول لكم ياك حجاب البولارية في حكم البحر حكم البحر معنى انك دي تقول كيف تركت يعني نسين ايش شيري حذاك دي تقول له هنا رتب معنى خطار وهني رتب الحركة لا درانجي الناس ودي حسارة البحر هذا البحر فيه هلو يتحرك هوك فيه واحد قال له بندمبي نص حوته نص رقاش راعي ده ستقصد راعي ساكن اله تحدث الأدباء والشعراء عن النهر كثيرا تحدثوا عن النهر وعن روافده المتعددة وهو يقول في الشعر الحساني نبغي نركب من عند الدرج من اللي راسه متحضر ونكرد وقحت هذا البحر ونصيب العون والإعانة ونجي من غدة العنبر ونبرق قبل الفطانة عند أهل محمد العمر ويخلق السوريان والسوريان ويعيط للشيخ ورداه ويتخاصم هو وغلانه وتنخط السرند ويخلق هاك لعب السرند ونوداغانه